يا صباح الفل والجمال والخير وكل حاجه حلوه على كل مشاهدي النهار وانو النهار اليوم. بنبتدي مع بعض يوم جديد ونهار جديد من دلوقتي لحد الساعه 11 موجودين معاك علشان نتكلم في مواضيع مختلفه. الهدف الاساسي ان انت كده تصحصح وتفوق معانا ان شاء الله تبقى كل حاجه 100 100. ما تنسوش وسائل التواصل المختلفه، هاشتاج نهار جديد على تويتر، كمان الفان بيج اللي بنتابع عليها حتى بعد ما البرنامج يخلص بنتابع عليها كل الكلام، كمان ارقام التليفونات هي اللي موجوده دلوقتي تكلمونا عليها، تدخلوا معانا على الهواء مباشرة. صباح الفل عليكم، صباح الفل كمان على أسماء. صباح الفل عليك يا خالد، وصباح الفل على كل المصريين الجمال. نهاركم نهار جديد، يجعل نهارنا نادي زي ما خالد بيقول. هتشاركونا مع بعض النهاردة على شاشة النهار بأي وسيلة تعجبكم، وبنكرر ده كل يوم لأن احنا بيبقى هدفنا أهم حاجة إن احنا نوصل لبعض. صباح الخير والجمال والمحبة والسعادة والابتسامة، ايه الصافية الحلوة، صح كده، اللي يعني بتخلينا برضو انا سعيد انا مبسوط، انا سعيد انا مبسوط، مش ناقصني حاجة، انا موجود. صح مش كده، لازم كده. وكان في شوية حاجات برضو امبارح يا خالد حصلت، عايزين عشان بقيت الرسائل اللي جات لنا عايزين نقول للناس انه انا وخالد لما بنقعد نتكلم في اي مشكلة يبقى هدفنا ان احنا نوجد لك حل بديل، مش ان احنا نتكلم عن المشكلة ونسيبها من غير حل. ممكن الحل ده ما يعجبكش، صح؟ لا، ممكن كمان مش بس نوجد حل، هو ساعات برامج التلفزيون وبرامج الراديو ما بتديكش الحل معلب، يعني تقول لك اعمل 1 2 3، هي يعني ممكن تكون بتديك الهام لطريقه حل، لان احنا مش عارفين ظروفك انت على حسب مشكلتك، صح. فممكن تكون بتلهمك لطريقه الحل. فعلى فكره لما تيجي تسمع لمذيعين بشكل عام فاسمع لهم وانت خد الكلام بتاعهم ده، شوف طبقه على الواقع بتاعك، هل هو مناسب ولا غير مناسب ولا غير مناسب، بس صح. لان دي بتبقى اجتهاد في الاراء واجتهاد كمان في وجهات النظر. مظبوط، مش كده؟ النهارده بقى هنتكلم في حاجه رصيفه جدا. واحنا مصبح الناس كده في البدايه، فاكر كراسه المدرسه؟ طبعا حد ينسى كراسه المدرسه، الكشكول اللي هي بتاعه الكشكول اللي هو بسيبك بقى من اللي هو ظهر جديد ده اللي كان نظيف شويه، لا الكشكول اللي بتجيب الجلاد وتحط الاستيكرز. أيوة وكده، اللي هو كان الكرتون، كان اسمه تيكت، التيكت كان الكرتون بتاعه، تحس ان فيه وساخه كده، فيه اسود كده منقط، فده كان بيتعمل من بواقي الزمن. يا جماعه مش ده كان اعاده، لا لا لا، اعاده تدوير. اعاده تدوير، يا ربنا كان يديمها علينا نعمه اعاده التدوير يا سيدي، وكان كفايه علينا الورق ده بغض النظر عن ده كان الكراسه الارخص. عايز اقول لك ان دلوقتي الكراسه اللي هي بتتعمل الورق بتاعها من اعاده التدوير ده بيتباع في الاماكن الكبيره، بيتباع بسعر اغلى من الكراسه العاديه، على اساس ان ده بيحافظ على البيئه يعني بشكل او باخر. فغير زمان يعني، أنا زمان ده كان الأرخص. انا اتمنى ترجع الكراسات اللي هي مع اعاده التدوير دي وترجع بسعرها كويس، بس احنا النهارده واحنا في بدايه كده صباحنا هرجعكم للحاجات الاولانيه بتاعه زمان، الذكريات الحلوه اللي كان فيه جزء منها على فكره موهبه يا خالد، اللي هو وقت الشخبطه بقى في وقت الشخبطه. أوكي. الرسمه، كتابه بيت شعر، ايوه كتابه شعر، ده انا ما بقولكيش انا كنت جامد بجد. والله ده انا كنت ببعت لبرامج الراديو كلها شعر، ده جين بقى قديم. وكنت ابعت بقى، وكنت مسمي نفسي خالد النجم. خالد النجم ده كنت متنبئ بنجوميتك وانت صغير؟ لا، انا كنت عامل زي يعني نيك نيم كده اسمه مستعار ان انا ابعت بيه، وكنت ابعت شعر بقى. يعني انا بعد كده لما قريت الحاجات اللي انا كنت كاتبها قلت يا لهوي. طب استنى، انت فاكر اول حاجه كتبتها كانت ايه؟ لا مش فاكر طبعا، بس كانت معايا، لقيت ورق انا كنت كاتب فيه وكنت ببعته لبرامج الراديو علشان يقروه ان هو خالد بعت لنا شعر كذا، وتقعد بقى تفرح بقى لما يقولوا بقى خالد النجم بقى في الراديو. احنا لمجرد مثلا ان احنا قلنا بيت شعر الاثنين القافيه بتاعته مظبوطه، فاحنا بنفتكر ان احنا عدينا خلاص، اللي هو انا النهارده كلت مانجا فصحيت وانا ماسك كمانجا، فانا كده خلاص انا بقيت نجم. انا بقيت نجم. فدي مرحله بتاعت الخواطر، دي مرحله بس كان في مثلا، انا كنت بشوف في الكشكول مثلا بتاع المدرسه، نقعد ايام زمان نكتب مثلا اول كوبليه من اغنيه، نعمل ايه؟ اول كوبليه من اغنيه، يعني اول حته، نكتب كلام الاغاني، كلام الاغاني. ده على فكره ده بيبقى سرحان، انت لما بتسرحي في الـ في الـ في المذاكره وبتبقى مثلا مشغله جنبك راديو او مشغله نفسك جنبك كاسيت او كان، فتكتبي اسم الاغنيه اللي انت بتسمعيها، بتقعدي تكتبي كلماتها بقى، بتقعدي تكتبي الكلام عامل ازاي. طب ده كان في كراسات البنات اكتر ولا كراسات الولاد؟ هي البنات اكتر اعتقد. ليه؟ مش عارف، بس بحس ان البنت عندها الحته بتاعت الرومانسيه بتظهر بدري عكس الولد. الولد ما يبقى مش فارق معاه الحاجات دي، الولد اكتر بيبقى شخبطه. كان في قلوب، اه ودباديب، فاكر القلب اللي كان بيبقى جواه سهم ده؟
أيوة. وانا مش فاهمه كان ايه علاقته بالحب مع انه داخل جواه سهم يعني. هي الكيوبيد يعني. يعني مقتول رمز يعني. رمز مجروح. رمز الفالنتاين. طب ماشي، بس كان يعني ده كان من الحاجات اللي كانت بشوفها كتير قوي. وبعدين مثلا كان في الورده، انا كنت بحب ارسم ورده. فاكره الاستيكر بتاع زمان اللي احنا كنا بنجيبه ونحطه جوه اللي بتلمع جوه الكراسه اللي بتلمع دي، فاكرها؟ ايوه بالظبط، واللي هو لما يبقى المدرس عايز يكافئك يعني ان انت عملتي الهوم ورك كويس فيحط ستيكر يديك 10 على 10 ونجمه بالقلم الاحمر وستيكر. لا كان في كمان لما يعدي موجه الماده كان يقول لك موجه اللغه العربيه بالزبط. موجه التاريخ بتاع الوزاره، ما اعرفش هو لسه الموجه بيعدي في المدارس دلوقتي ولا بطل، بس كان لما يمر على الفصل كان دايما المدرس يختار احسن الكشاكيل اللي موجوده المترتبه اكتر ويروح مضيله عليها. موجه اللغه مرتب. العربيه ان انت شخص الكشكول بتاعك مميز. طب انا بقول لك، بما انك انت يعني ولادك دلوقتي في المدرسه، هو في دلوقتي موضوع الجلاد الاحمر والازرق موجود لسه؟ يعني انا حاسس ان خلاص هو دلوقتي بقى كل الاطفال معاهم الكشكول ابو سلك مثلا. لا 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 يعني لحد دلوقتي لا، بيحطوا الجلاد، بس الجلاد هو اللي اتطور. يعني بقى بلاستيك وبقى متقسم على طول، مش بتقعد بقى تقص وتلزق. ايوه انا حضرت البلاستيك ده. حضرت البلاستيك. ناخد نهى من بني سويف. طيب نهى، صباح الفل يا نهى. نهى. طه من بني سويف. طه صباح الخير. الخير يا استاذ خالد. صباح العسل. صباح الفل عليك يا طه، ربنا يخليك يا رب. انت عندك كام سنه دلوقتي يا طه؟ صراحه البرنامج بتاعكم جميل وانا معجب بالبرنامج وبشاهده من زمان. يا رب يخليك، ميرسي. ربنا يكرمك. انا بس كان عندي مشكله بسيطه كنت حابب اتكلم فيها بخصوص البرنامج، ان انا مش عارف اتكلم مع حد، بس طبعا لو حضرتكم بس اخد من وقتكم دقيقه تسمعوني بس. اتفضل. استاذ خالد، دلوقتي انا مريض من 4 سنين، عامل كنت ماشي على الطريق كنت رايح شغلي الصبح زي اي حد، عملت حادثه، حصل لي كسره في العمود الفقري سبب لي ضغط على الحبل الشوكي. الف سلام. فطبعا لفيت الدنيا كلها، بحت اللي ورايا واللي قدامي لحد اما والدي خلاص حالته جت على الصفر. فانا مش عارف اعمل ايه، فطبعا جماعه من الشباب حاولوا يساعدوني ودونا عند كذا دكتور على حسابهم، ربنا يخليهم يعني انا بشكرهم على الهوا. وكان في دكتور جاي من امريكا يعني جا مصر هنا كشف لي ناس وبتاع، انا معترض ما كنتش عايز اروح. فطبعا هم اجبروني ان انا اروح، فانا رحت معاهم، فلما رحت معاهم شاف حالتي قال لي انت لازم تعمل عمليه في خلال 6 شهور، ولو عملتش عمليه هتبدا ايديك تقف زي ما رجليك، عشان انا رجلي واقفه من اول صدر كده لحد تحت. فطبعا والدي ووالدتي بصراحه ربنا يخليهم هم تعبوا معايا، فقال لي لازم تعمل عمليه في خلال 6 شهور، وانا يا استاذ خالد ما عنديش الامكانيات ان انا اعمل عمليه. طب قول لي انت عندك كام سنه يا طه؟ عندك كام سنه؟ عندي 24 سنه وانا عامل الحادثه. طب استاذ طه، الحادثه دي لما حصلت، معلش انا اسفه طبعا، الف سلام عليك، هل سببت لحضرتك يعني اعاقه؟ يعني انت بتقول ان رجليك خلاص ما بقتش يعني. سببت لي شلل من اول صدري كده لحد رجليا من تحت. طب وده قالوا لك انه هيتعالج بالعمليه صح؟ لا، هو الدكتور بتاع امريكا قال لي انت لو عملت عمليه في خلال 6 شهور انت ان شاء الله ربنا يكرمك وتقدر تقف على رجلك تاني وتوصل لكن لو ما عملتش العمليه لا قدر الله ممكن توصل لايديك كمان. لو ما عملتش العمليه وعديت سن ال5 سنين، عشان انت لسه صغير، في نجاح كبير في العمليه. لكن لو ما عملتش العمليه في خلال الوقت ده، طب ممكن يعني لو عملتها بعد كده مش هتبقى ممكن. طب سيب بياناتك يا استاذ خالد. ماشي، انا بناشد الاستاذ خالد يوصلني لبرنامج ريهام سعيد او برنامج واحد من الناس، اي برنامج من البرامج الخيريه دي. انا والدي معدي ال 65 سنه. طيب بص، ووالدتي يعني انا زعلان عليهم هم شخصيا. بص يا طه، هم اللي تعبانين جنبي. بص يا طه، طبعا قول الحمد لله رب العالمين، يعني دي الحمد يعني ايا كان المصيبه اللي بتحصل لنا فبنقول الحمد لله. الحمد لله. انت بس سيب بياناتك واحنا على قد ما نقدر هنحاول نساعدك بشكل او باخر ايا كانت طريقه المساعده، بس ان شاء الله ربنا يكرم كده ان شاء الله عليك يا طه. وتقوم بالسلامه. واحنا لو في اي دكتور من الاساتذه الافاضل جراحين بقى يعني المتخصصين في جراحه العمود الفقري او يعني بشكل عام يعني المتخصصين في الحالات دي، يا ريت بس يتواصل معانا ونبقى شاكرين جدا ان شاء الله باذن الله. يعني انا متاكده ان انت هتلاقي. واضح ان العمليه كبيره كمان يعني لحالتك، هي بس بيبقى يعني لازم يعملها طبعا دكتور متخصص، لانها يعني عمود فقري ونخاع شوكي،
يعني ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله ربنا يكرمك يا طه وتقوم بالسلامه. وده يمكن بيخلينا نروح لحته الحوادث بتاعه الطرق، حوادث الطرق، فربنا يسترها علينا جميعا كده. يعني الدعوه بتاعه لازم يعني خلاص ربنا يستر طريقك، ربنا يستر طريقك، دي دعوه كده ربنا يكرمنا يا رب. ربنا يستر طريقنا اللي جميعاً. بيعدي الطريق سالم ولا اللي راكب عربيته سالم، فان شاء الله نقوم كلنا بالسلامه. معانا احمد من شرم الشيخ، ازيك يا احمد؟ معامل ايه؟ صباح الفل عليك، عامل ايه؟ صباح الفل يا رب يخليك يا رب يخليك يا انتوا بتناقشوا النهارده يعني موضوع انا بحبه جدا جدا يعني. انت راجل بتاع خواطر شكلك. لا لا شاعر مش خواطر، شاعر حاجه يعني جميله ان شاء الله تسمع. انا هقول لك اول قصيده ماشي، بس اسمح لي ان انا اقول لك اخر قصيده. طيب بس احنا نستاذنك يكون وقتها قليل، ما يكونش طويله قوي يعني. ماشي اتفضل. طب اقول لك الاخيره بقى احلى. ماشي ماشي طيب. اديها كحه بس قبل ما نبتدي كحه كده. ماشي اسف. يلا بينا اتفضل. ها بقول طلع الحق على المظلوم، بس الحقيقه في سلامتها، اماني نجحت في الدبلوم وخلها ناجح جوز عمتها، نجح في فرض غضب محسوم لكسر خاطف فرحتها، صفى الشموع بالزفير مكتوم لانه فاهم حكايتها، عنده دليل واضح مدعوم بصورة تاهت حلاوتها، شد الرحال راح السلوم، صح ضمير ابن خالتها بشكل همجي غير مسموم، رهن حياته لسمعتها، رجع معاه سالم ملموم بحياء يقدم شبكتها، عبر ابتسام الذوق مهزوم من حسن غل في نيتها، بصمت هادر غير مفهوم صفى الملايمه بدمعتها، ايقظ حنين اضناه النوم جذب بقلبه محبتها، ضحك الهيام بهيام مقسوم لنور منور ضحكتها، حضن الصور جوه الالبوم بعد ما نزلت الله. الله حلو قوي يا احمد. معلش بس انت لما رحت السلوم حصل ايه؟ عشان في حته كده في السلوم ما خدتش بالي منها. لا دخلها مش انا. خالها اللي راح السلوم؟ اه سلم على خالها قوي. صباح الفل عليك يا احمد. صباح الفل يا احمد. حبيني واخلصي وفي قلبي لغوص. لا هي بص انا عايزه اقول لك على حاجه، صحيح ممكن يبقى زي ما انت بتقول يعني، بس برضو يعني بيبقى فيه ذكرى حلوه. على فكره بتعيش معانا ممكن يكون من باب احبيني واخلصي يعني، اللي هي وعلى فكرة التجارب فعلا الاولى. احنا كلنا عندنا الحس الفني، كلنا يعني كل الناس حتى لو ما بتشتغلش شاعر او ما عندوش ان هو شغال مذيع او ممثل او كلنا عندنا الحس الفني ده. بيبعد كده بيبعد. وبعدين اقول لك على حاجه، التكاتك والميكروباصات، ما الجمل اللي مكتوبه عليها شعر عظيم بالظبط، ودي اقوال مقفوله يعني. كان في حاجه وفي منهم ناس بيخترعوا حاجات بيكتبوها مش بس يعني، في حد كان كاتب مش عارفه ايه، تبقى زي سجارتي مش عارفه ايه ما لقيتش صاحب جدع ضربت الوقت يعني، في حاجات حاجه كده يعني. في حاجات كانت اغاني المهرجانات على فكره، اغاني المهرجانات برغم الاختلاف الكبير معاها، بس اغاني المهرجانات مليانه كلام منها كتير قوي، كلام مقنع جدا يعني. هو بيتكلم فعلا عن الواقع، بيتكلم عن حاجات ممكن تكون حصلت له. الاغاني الشعبيه بشكل عام، الاغاني الشعبيه بقى الاغاني الشعبي الشيك هتلاقي مليانه كلام، زي المثال دايما اغنيه اغاني احمد شيبه، اغاني احمد شيبه تلاقيه بيرجع دايما للمشاكل الهموم الهموم بتاعتنا، الحوجه مره وياما بهدلت ابطال. طيب ناخد عصام. ناخد عصام، ازيك يا عصام؟ يا عصام ازيك يا واد، السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا عصام؟ اتفضل. ازي صحتك يا الله؟ عامل ايه؟ يا رب يخليك يا عصام. ربنا يا رب. اتفضل يا عصام اتفضل. انت كنت بتكتب خواطر برضو وانت صغير او شعر او ايا كان انت بتسميه؟ انا كان سني يعني اول قصيده كتبتها كان سني 16 سنه. قصيده دي طويله يعني؟ قصيده لا مش طويله يعني. كنت رايح تتطوع في الجيش؟ في الجيش ده. وكان بقى وقتها ملل وبتاع والكلام ده، بس هي متفائله في الاخر يعني. ده كان سنه كام قول لي؟ يعني 71. 71 طب يا ريت لو كان قبل حرب اكتوبر. وبعدها كتبت قصايد بقى كتير، ويعني لحد دلوقتي مركونه عندي يعني كتير قوي يعني. طب قول لي وقت الحرب وانتوا قاعدين كنتوا بتقعدوا تقولوا قصايد الشعر دي لبعض تهونوا بيها على بعض الوقت ولا طبعًا ايه؟ طبعا طبعا كنا بنقعد نعرج ونتكلم وكنا عندنا امل في بكره. الله رغم ان انتوا كنتوا بتحاربوا حرب استنزاف وحرب استنزاف
وكان ياما السيد الرئيس المؤمن محمد انور قال لك لن تمر عن مصر سليم دون حسم من المعركه. ده اللي خدناه تطوعنا يعني شباب كتير. الله. يعني خدنا الاعداديه. طب ده يخلينا قبل الشعر اقول لك استاذ عصام، يعني قول لنا وقتها يعني انت كنت شاب وصغير ورحت تطوع في الجيش عشان تحارب، شباب وقتها كانوا يعني كان تفكيركم ازاي وانتوا رايحين تتطوعوا؟ مش فارق بقى معاكم ان انت تفكر لا في شغل ولا في جواز ولا كان عندنا يأس ان ازاي اسرائيل تكسبنا؟ ازاي اخواتنا واهالينا تموت من 48 لحد 67؟ كان في متهيألي وقتها اتفاق ضمني كده ان احنا لازم كلنا كلنا ننتصر الشعب والحكومه. كان حماس بطريقه يعني مش عايز يعني مش قادر اوصفه لك. احنا الحماس ده راح فين دلوقتي يا استاذ عصام؟ يعني مش عايز اقول لك بدا يخفوا، لان احنا بنتعامل لشرف حرب 73. انا خارج واحد 3/76 معاش لينا ذكرى بالمره. انا باخد معاش طبعا عيالي، طبعا ما فيش، وعيالي تربيتهم بالعافيه وربيتهم بالاكراه والحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله. طب يعني كتبت ايه بقى قول لنا اول حاجه كده لو تقدر تفتكرها؟ اول حاجه كتبتها كانت اسمها ملل، وكنت بقول فيها مللت عمري والسنين وساقني القدر الحزين، قدر الحياه نبط الحياه على شفتاي ظمأ وجوع. طب ارجع لنا تاني يا استاذ عصام، مره تانيه احنا جايين لنا رساله من شيماء اخر رقمها 116. أيوة. بتقول لك انا كنت مدمنه كتابه الاغاني في الاجندات ولزق صور المطربين. كانت بتلزق ستيكرز. لا وكان في مرحله اللي هي بتاعت برضو الحيطه يلزقوا صوره المطرب على الحيطه. انا عملتها. كان المسيطر وقتها طبعا الفنان محمد فؤاد والفنان عمرو دياب. عمرو دياب طبعا كان لازم، والفنان هاني شاكر في بعض الاوقات، وميادة الحناوي ما اعرفش ايه العلاقه بس كانت برضو في وقت. لا انا كان عمرو دياب، وكنت احب قوي مثلا لما نزل، فاكر كان في البوم نازل اللي هو بلاش نتكلم في الماضي، فكان مغير نيو لوك جديد وكانت الصور شكلها احنا مش متعودين عليه، فكان اللي بيروح يجيب شريط الكاسيت بياخد معاه بياخد الستيكرز البوستر الكبير، البوستر قصدي الكبير ده. فطبعا ده كان اهم حاجه، كانت كل شرايط ويتعلق بقى ذكريات لذيذه جدا والله. كان حلو قوي، مش عارفه ليه بطلنا. ناخد تليفون من هند. هند ازيك يا هند؟ ايوه ازيك، عامل ايه؟ عامله ايه؟ كله بخير؟ صباح الفل. تمام الحمد لله. شكلك شعيره. الحمد لله. شعيره بايه؟ الو بقولك انت شكلك شعيره بتكتبي؟ لا مش شعيره ولا حاجه، بس انا كنت بكتب وانا في اولى ثانوي او في ثالثه اعدادي بمعنى صح. كان عندي 12 سنه او 13 سنه. اول حاجه فكرت اكتبها كان في الوقت ده كنا في المدرسه، وكان في يعني بس انا مش فاكره الحدث قوي، بس كانوا بيقولوا يعني ان فلسطين كانت منهاره وقدس. كان وقت انتفاضه فلسطين، ده كان وقت الانتفاضه. فانا اتاثرت، وفي المدرسه كلهم كانوا زعلانين. كان وقت اغتيال احمد ياسين اعتقد. انا مش فاكره بالظبط الحدث اللي كان انا كنت صغيره، كنت فاكره طبعا القضيه الاشهر محمد الدره، كان وقت الدره. صح. ما كنتش فاكره قوي، بس انا اتاثرت قوي وبعدين لقيت نفسي. انت مواليد 85 87 84؟ لا ده انا مواليد 94. 94؟ ده انت كنت بقى. لا اللي بقول لك عليه ده لا. انا مش فاكره الحدث قوي. انا مش فاكره، بس انا فاكره ان احنا اتاثرنا يعني، ولقيت نفسي بكتب عن القدس وفلسطين على السبوره كده وانا واقفه. دي كانت اول حاجه. طب فاكره كتبتي ايه اول حاجه؟ فاكره انا متجوزه وعندي ولد، وبس الحاجات عندي كشكول يعني كاتبه فيه الحاجات دي. برافو عليك ان انت محافظه عليها. كاتبه ايه بقى؟ سمعينا. كاتبه هيا بنا يا مسلمين الحقوا ارض فلسطين، علشان احنا مش مستسلمين، في قلوبنا اراده وعزيمه، في قلوبنا قوة عظيمة، في قلوبنا كرامة وشجاعة، وفي الجد بننسى المتاهة، عندنا التضحية، عندنا فخورين بشباب شعبنا، عندنا نضحي بعمرنا من أجل تعمير قدسنا، عشان ده ما يرضيش ربنا، عندنا الأمل في بكرة، عندنا العمر، عندنا القدس في قلوبنا ليه ذكرى، القدس يا شباب العرب يا جيل الماضي والحاضر، القدس مش كلمة بتتقال، القدس ده بيت الله الحلال، مش هنسيبكوا تاخدوه مننا، مش هنسيبكوا تهدموا أرضنا وشباب شعبنا، ولازم ترجع من تاني تنور شمسنا، وفوق كل ذلك الله معنا في كل مكان، وإن شاء الله ينصرنا عليكم، وهنعيش ونزل فيكم، بكرة تشوفوا
بعينيكو، نتبكوا بعينيكو، ومش هنسيبه للغير، ولم يعد لنا بعد ذلك الا الخير. دي كانت اول حاجه يعني. طب والله يعني بصي حلوه قوي، حلوه والله، يعني مليانه شعور بتاعك وقتها كان عامل ازاي وشعورنا جميعا يعني. نشكرك جدا. صباح الفل يا هند. صباح الفل. طب احنا يا ترى هنلاقي بقى حد من الاجيال الجديده دلوقتي يعني بيكتب كتبوا بقى حاجه وطنيه لمصر؟ بصي لا، بتتكتب، في ناس كتيره بتكتب. اصل الكتابه دي حاجه صحيه جدا يعني. طبعا دايما الدكاتره النفسيه تقول لك ايه، هات كشكول كده خليه على جنب واقعد اكتب خواطر، اكتب اي حاجه، اكتب ان شاء الله. حتى مثلا اللي يجي على بالك اللي هو مثلا السوبر ماركت، 1000 جنيه، 100 جنيه، 10 جنيه، الحلزونه يما الحلزونه، لا من غير الحلزونه، بحبك يا ابو عمرو، ايا كان. والله دي حاجات بتنقل اللي في دماغي. لا على فكره حاجات بتطلع الصراع اللي جواك على فكره. ما هو دلوقتي ممكن نلاقيه مثلا فكره البوست او التويته، ده جزء من التفريغ، الطاقه والمدونات، المدونات الالكترونيه برضو ده جزء من تفريغ الطاقه، اللي هي الصحافه الحره او الصحافه الديجيتال. يعني ان ناس كتيره ممكن تشتغل صحفي، كتب مقاله كذا كذا او عنده مدونه فدخل ناس كتير تقراها، فبقى كده خلاص كده بقى نجم العالم، بقى سوبر ستار. سوبر ستار اوريكي نوع مختلف من الشعر. كان القصيده اللي عملها عادل الفار في فيلم ابن عز، اللي هي بتاعت بحبك يا ام عمرو، بحبك. كان محمود عزب، انا اسف، كان محمود عزب. شفتيهاش؟ لا. طيب لازم تشوفيها. طب يلا بينا، خلينا نشوفها ونرجع مره ثانيه. بحبك عالميه، طبعا الفنان علاء ولي الدين الله يرحمه. الله يرحمه كده يعني. الله يرحمه. دي ده نوع من انواع القصايد يعني. احنا معانا نوال، تعالى نشوف رايها ايه في قصيده ام عمر. ازيك يا نوال؟ يا نوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا دي قصيده. ايه رايك في قصيده ام عمر؟ لا صعبه قوي. بحبك يا ام عمر يعني. انت كتب لك شعر قبل كده؟ انا عندي 53 سنه. ربنا يديك الصحه. ما شاء الله، ربنا يديك العمر والصحه يا رب. الله يكرمك. ساعه الثوره لقيت نفسي بكتب، ما اعرفش ازاي يعني، وبرده يعني تخللها وفاه والدتي، ولقيت نفسي بعمل لها رثاء. ف يعني احب اقول حاجه يعني غضتني شويه في الثوره، فروحت كاتباها. بقول اللي يقول على مصر طز انا اكله باسناني، لو هي مش عاجباك شوف لك وطن تاني. هي مش حبه تراب وحيطان مدرياني، مصر شريان بيجري جوه وجداني. الله. وبكل ما فيها من غم برضه عجباني. الله. مسلم مسيحي هم نسيج اوطاني، عايشين كلنا واحد ولا فيش طرف تاني. لو هتعيش بسواد وكره هتكون انسان فاني. بتقول الحق معاك والحق رباني، اصبر على عدل السماء وما تكونش عدواني. في حد يقتل امه ويقول مش عجباني، دي اللي يقول على مصر طز انا اكله باسنين. الله. والله برافو عليكي، برافو عليكي. حلو قوي 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 بجد. ستات مصر دول لما بيطلع منهم حاجه لمصر تبقى طالعه من جوه قوي يعني، هم صابرين. لا الكلام مظبوط يعني، ومش مختاره كلام. لا ومظبطه القافيه يعني، بس يعني الكلام مظبوط جدا. لا ارقى لمستوى الشعر اللي هو بتقول حضرتك عليه، بس ده حاجه طالعه من قلبي فحبيت اني اقولها. لا بس حضرتك اصلا بتستخدمي يعني عامله في حاجه في الكتابه كنا احنا حتى بنتعلمها اسمها الوزن. القافيه يعني حضرتك وزن عامله الوزن الكلمه، هي وزن يعني الكلام بدون ما تستخدم مصطلحات دخيله، مصطلحات كبيره ودخيله كمان، اللي هو يعني حبيني ولغواصي يعني وفي قلبي خلصي يعني مفيش. لا بس بجد جميل قوي مدام نوال يعني، بجد حلوه قوي. انا بقول لحضرتك ان في صوره شفتها اطفال بتوع سوريا كاتمين العياط بايديهم، فشكلهم صعب عليا جدا، فقلت ايوه اكتموا الدموع اكتموها، ودفنوا الاه احسن يسمعوها، وداروا الدم لمشاعرهم تاذوها، ايوه اكتموا الدموع اكتموها، وباسم ايات من ربنا حرفوها، سوريا عراق ليبيا يمن خربوها، ذبح ورجم نساء ورجال حرقوها، ايوه اكتموا الدموع اكتموها، وعرب متغفلين لهياهم الدنيا وحبوها، من فساد وسرقه ورشوه منا سلبوها، لو يعرفوا انها دنيا وفي ثانيه هيسيبوها، ايوه اكتموا الدموع اكتموها، محدش بريء من صرخ الست باعوها، ولا طفله قدام عينيهم قتلوا امها وابوها، ولا بلاد من اولها لاخرها دمروها، ايوه اكتموا الدموع اكتموها، جعلونا امه مفخخه وسابوها، تفجر بعضها واخبارها يسمعوها، من جماعات هم نفسهم صنعوها، ايوه اكتموا الدموع اكتموها، صدروا لنا قيمهم وقيمنا فجروها،
وخيراتنا ياخدوها ولينا يصدروها. الله. وعقول شبابنا بأفكارهم يعلفوها. أيوة اكتموا الدموع اكتموها. قومي يا أمة بالحروب لهوها، لو متجمعين ما يقدروش يأذوها، ولو جدار وقع الباقي يسندوها. أيوة اكتموا الدموع اكتموها، ودفنوا الآه أحسن يسمعوها. الله استمري الله استمري يا حاج نوال بجد يا مدام نوال، يعني برافو عليكي، كلامك قد ايه حلو ومعبر بجد فعلا عن الواقع اللي احنا فيه، ان تواصلت واحنا معاكم. كمان سعداء جدا والله، ونتمنى الناس تسمع كلماتك كده وتوزنها على قد الاحساس. بشكرك طبعا جدا يا مدام نوال على قد الاحساس اللي انت مطلعه. انا كنت عايز اعرف بس هي اتكتب لها شعر وهي صغيره ولا ما كتبش؟ قفلتي مدام نوال؟ مدام نوال في ثانوي عام. فاكره الجمل اللي كتبت لك وقتها؟ في ثانوي عام كنت كنت بقى حب الشباب والحاجات دي، ايام الشقاوة. فساعتها يعني كتبت حاجه كده، يعني مش يعني مش فاكراها قوي يعني. مش مشكله، كفايه اللي حضرتك افتكرتيه. يعني فعلا في الفتره دي احس ان انا عندي الحس ده، بس طبعا وقف بقى لغايه ما كبرت وبقيت جده دلوقتي. لا مفيش حاجه خالص تقف، انت معاكي الورقه والقلم واكتبي، حتى لو الحاجات دي ليك انت كده هتيجي وقت فاضي يجي احفادك بعد كده ان شاء الله هيمسكوا الورق بتاعك المذكرات دي او الكشكول او ايا كان ويقعدوا يقروها كده ويستمتعوا بالكلام اللي حضرتك كتبتيه. بنشكرك جدا. الف شكر. صباح الفل. ميرسي جدا على التواصل معاك. شكرا. دي شكراً حاجه صحيه ويه. جدا يعني انت بتأرخ على فكره الفتره الزمنيه اللي انت عايش فيها، يعني صح؟ يعني في طبعا احداث كتيره بتعدي عليك، وفاة حد انت تعرفه، دخول الحبيب الجيش، دخول الحبيب الجيش دي بتبقى فتره مهمه جدا عند البنت بتقعد تكتب، او دخول الراجل الشاب الجيش برضو دي فتره من الفترات المهمه جدا بيقعد يكتب فيها كلام ظريف جدا. بعد كده المشاكل بتاعت الحياه المختلفه، المشاكل السياسيه اللي بنعدي عليها، الثورات، المشاكل الاقتصاديه، ايا كان انت كل فتره بتقعد تقرخها انت كده مع نفسك. فكون حريص ان انت يكون عندك ورقه وقلم اكتب كل الحاجات اللي بتعدي عليك، حتى لو انت ما سمعتهاش لحد على فكره، يعني ممكن انت تكتفي كده ان انت تبقى مبسوط. طب انا هستاذنك بس نخرج من الحاله الشعريه دي، عشان امبارح الحقيقه جات لي رسائل كتير قوي، احنا مش فاهمين يعني الناس عايزانا نرد على الاشاعات ولا ما نردش. احنا هنرد، نرد سواء الناس عايزه تعرف الحقيقه او مش عايزه. انهي اشاعه؟ طبعا امبارح انتشرت اشاعات كتير قوي يا خالد ان تذكره القطر هتغلى، وانه هيزودوا على تذاكر القطر مش المترو. لا انا بتكلم دلوقتي على القطر. أوكي. المترو طلع المتحدث الرسمي باسم هيئه مترو الانفاق وقال انه مفيش صحه خبر ان هو في زياده في اسعار مترو الانفاق، ولا انه كمان هيتم تقسيم العربيات درجات. من يومين ابتدت تنتشر شائعه برضو جديده انه القطر، تذاكر القطر هتغلى، وانه هيتم اعاده بقى تاني رفع الاسعار بالنسبه لدرجات الدرجه الاولى والدرجه الثانيه، وانه هينزل وهيتم غلاء برضو الاسعار مره تانية المتعلقه بقطارات الفي اي بي. طيب احنا عشان نقف على اصل الموضوع واصل الحقيقه، احنا معانا سياده اللواء مدحت شوشه رئيس الهيئه القوميه لسكك حديد مصر. صباح الفل سياده اللواء. الو، صباح الخير. الو سياده اللواء. الو سياده اللواء، صباح الخير. ايوه يا فندم، صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب وبخير. سياده اللواء، يعني خلينا استوضح مع حضرتك كده، يعني من يومين ابتدت تنتشر شائعات انه هيئه سكك حديد مصر هتغلي سعر تذكره القطر، وانها هتزيد في الدرجه الاولى 20 جنيه وفي الدرجه الثانيه 10 جنيه. اولا كل سنه وحضرتك طيبين، وثاني حاجه حضرتك بتقولي شائعات. هذه اسمها شائعات، يعني غير مرتبطه بالحقيقه في شيء. مفيش تذاكر عندنا هتزيد لا في الدرجه الاولى ولا في الدرجه الثانيه يا فندم. تمام. مفيش حاجه بتطلع الا لما هتطلع من السكه الحديد نفسها. لازم يكون بيان رسمي. اي حد يقول حاجه من بره الناس تصدقها. ما زالت التعريفه والتذاكر هي يا فندم، ما اتغيرتش ومش هتتغير في الوقت الحالي خالص. طيب في صور تذاكر برضو سياده اللواء، يعني في ناس كانت ناشره صور لتذاكر وحط عليها علامات ان دي هتبقى التذاكر المطبوعه الجديده مع عيد الاضحى، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك. هل تم تعديل شكل التذكره يا فندم؟ بس هو احنا مع عيد الاضحى
فندم اتفضل مع حضرتك فندم. هي التذاكر هي هي فندم، بس احنا بنقول معاييد الاضحى في التذاكر محطوط عليها الرقم القومي علشان كل واحد هياخد التذاكر اربع تذاكر دي في العيد. يعني هيبقى كل واحد من حقه ياخد اربع تذاكر ان شاء الله يا فندم. علشان كده هيكون في نسخ مختلفه من المطبوعه، مختلفه من التذاكر، يعني مش هتبقى التذاكر بشكلها المعتاد لكن بنفس السعر بنفس التعريف بتاعتها. هيبقى عليها الرقم القومي بس بفتره العيد عشان تعرف حضرتك ان احنا لازم نعمل سيطره على التذاكر والسوق السوداء زي ما حصل في العيد الصغير حضرتك بالظبط. طب معلش هناخد مع حضرتك تصريح نهائي كده، يعني مفيش حتى نيه لغايه دلوقتي لزياده الاسعار في تذاكر القطر؟ لا يا فندم مفيش يا فندم. طيب سياده اللواء طبعا حضرتك عارف مع طيب، وطبعا تحديد التذاكر ده عشان يتم مواجهه زي ما بنشوف في كل المواسم اللي بتحصل في مصر بتيجي تظهر السوق السوداء. عايزين بقى نعرف كمان استعدادات الهيئه ايه بقى في عيد الاضحى، يبقى في الدفع بكام قطار، هل هيتم تزويد العدد المواعيد بتاعه يعني رحلات القطارات سواء الوجه ابلي او بحري؟ الشيء طبيعي يا فندم، احنا ان شاء الله مستعدين ب 17 قطار هينزلوا في العيد على جميع الخطوط ان شاء الله عشان نغطي الازدحام ونوفر الاماكن للساده الجمهور المسافرين. تمام. في حاجه، الحاجه الثانيه غير ال 17 قطار في تركيبات ثلاث عربات زياده على كل قطر. ثاني حاجه ان الخطوط المواعيد برضو في تغيير في المواعيد لان ال 17 قطر هينزلوا يبقى اكيد في تغيير في المواعيد. تمام. لكن المواعيد الرئيسيه هي هي، احنا بنمشي 17 قطر في خلال المواعيد الفواصل في المواعيد الرئيسيه. فان شاء الله حضرتك نكون مغطيين اكبر كم من الجمهور الركاب اللي هو اللي مسافر او اللي راجع للقاهره تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب اخيرا بس سياده اللواء، هل في برضو بالنسبه لقطارات الفي اي بي في اي تعديل على اسعار تذاكرها او مواعيدها خلال فتره العيد؟ يا فندم ما فيش اي تعديل خالص ولا في تذاكر العيد ولا في غير العيد. وبعدين حضرتك برضو اللفظ اللي حضرتك قلتيه اللي هو القطر الفي اي بي، ما فيش قطر في اي بي، هو القطر الاولى مميزه، اولى مكيف ممتاز. تمام. مش في اي بي انه معمول لفئه وفئه، لا. تمام، يعني هو قطار يعني في برضو الدرجه الاولى والدرجه الثانيه، هم عشان اطلقوا عليه الفي اي بي، يعني ده معنى كده ان هو مخصص معرف يعني تعريفه يعني بالنسبه للجمهور يعني. انا طبعا بشكر حضرتك. هم اطلقوا عليه كلمه في اي بي، انما هو مش في اي بي يا فندم، هو قطر محسن مميز مكيف درجه اولى ممتازه للساده الجمهور. تمام، انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء مدحت شوتا شوشه رئيس الهيئه العامه لسكك حديد مصر، بنشكره جدا على تواصله معانا وعلى التوضيح. والحقيقه دي كان حاجه ما ينفعش برضو ان احنا في نهار جديد نغفل عنها، بقى لنا يومين الناس يا خالد عماله تقول طبعا احنا لو جبنا سيره الفيسبوك الناس بتزعل، بس الحقيقه انه الخبر ابتدى من الفيسبوك ابتدت الناس تنقله برضو، وقال لك انه تذاكر القطارات هتغلى. وبعدين راح حد خد شورت سكرين كده من تذكره اللي هي سياده اللواء وضحها لنا ان دي اللي هتبقى خلال فتره العيد بالرقم القومي عشان ما حدش ياخد تذاكر زياده زي ما كان بيحصل 10 و15 لكن الاسعار هي هي وعرفنا كمان ان اللقب بتاع في اي بي احنا اللي اطلقناه لكن ده معناه ان هو مخصص لكل الناس. يعني المقصود بالفي اي بي في المطارات ان مش عشان انت معاك فلوس زياده مثلا تدخل من كبار الزوار، لا، ده انت لازم تكون تتمتع برجال الاعمال فئه معينه كده ويعني شريحه معينه هي اللي بتقدر تعدي منها. لكن القطارات عايزين بس نشكره كمان بعد اذنك يا خالد لانه كان بيتواصل معانا من الصين، هما دلوقتي في زيارة رسمية. طبعا احنا عارفين انه التعاون في مجالات سكة الحديد ما بين مصر والصين ده ابتدى مع الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وكمان تم الاستعانة وتم عقد يعني مذكرات تفاهم كبيرة جدا تتعلق بمشروعات سكك حديد مصر، وهم هناك دلوقتي طبعا أكيد عشان الزيارة كمان المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للهند والصين، ودي الزيارات الرسمية القادمة بإذن الله. فإحنا طبعا بنشكره إن هو تواصل معانا عشان يوضح للناس عشان
ما نقعدش بقى نتكلم في موضوع تذاكر القطر تاني. وموضوع تذاكر القطر مفيش اي خبر رسمي بيقول اكد ده، مفيش اي خبر رسمي خالص يعني، كل الحاجات هي اجتهادات من على فيسبوك. يمكن موضوع المترو هو اللي فيه صحف رسميه هي اللي كتبت على هم علموا موضوع الخط الاصفر. علي برضو هيحاول يجيب لنا، عايزين نشوف موضوع الخط الاصفر ده يعني، ممكن نجيب حد من المترو. ماشي علي، شوف لنا يا علي عشان ياكد لنا المعلومه، لان في جرايد رسميه كاتبه على قالت ايه بقى، قالت ان هيبقى في خطين صفر، خط اصفر في اول عربيتين، هتكون عربيه مكيفه، هتكون اللي هو درجات، اللي هو درجات هيعملوا المترو درجات بس الباقي زي ما هو. طب وانت يعني بقيه العربيات زي ما هي ولا ايه؟ لا انت بصي، انت في اول عربيتين خالص اول عربيتين خالص هيبقى فيهم خطين. حلو، الخط اصفر، خط اصفر. طب انت اتلخبطت ومشيت خط غلط وركبت يعني ساعتها بقى ما تبقى قطعت التذكره من بدري، عشان كده احنا محتاجين حد من احنا خلينا احنا ما نجتهدش بالظبط ونقول للناس الحقيقه. هو الكلام اللي انا بقوله ده موصوف في الخبر يعني بالظبط، بس عد لهم انت تاني بقى خالد. يلا موضوع تذاكر القطر، موضوع تذاكر القطر مفيش اي زياده، مفيش اي حاجه، كل حاجه زي ما هي. المواعيد في العيد هتبقى المواعيد الطبيعيه اللي هي الزياده العاديه بتاعت العيد، لان دايما في الاعياد بيكون في زياده للرحلات اللي موجوده في القطر علشان الاستيعاب طبعا، لان ناس كتيره بتسافر لاهاليها في المحافظات وهكذا. والفي اي بي سعرها زي ما هي او هي مش الدرجه الاولى المميزه زي ما سيادة اللواء وضح لنا، فالأسعار زي ما هي. المترو هنحاول برضو نتأكد من المعلومة، بس لغاية النهاردة هي الأسعار زي ما هي، يعني لغاية النهاردة وإحنا بنتكلم هي الأسعار زي ما هي، التذكرة بجنيه في كل العربيات، لكن لو في نية فإحنا هنتأكد من ده في الشوية اللي جايين. فاصل ونرجع نكمل. فاصل ورد على أستاذ محمد رحمي، بس بعت لنا أكتر من رسالة على صفحة نهار جديد. الحقيقة ما عندناش رد على الموضوع اللي حضرتك سألتنا عليه عشان نرد عليك، هو متوقع إن إحنا متجاهلين الرد. فاصل صح؟ فاصل ونرجع نكمل مع بعض فقرات نهار جديد. انا نرجع لكم كمان شوية، صباح الفل عليكم. هتواصل مع الهيئة العامة لمترو الأنفاق وهنرد عليكم ونشوف النهاردة كده سريعا مصر بإذن الله هيحصل فيها إيه النهاردة. يجعل يا رب دايما مصر يحصل فيها كل خير. النهاردة هيعقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأردني هاني فوزي، وده هيتم النهاردة صباح اليوم، وده هيكون للتوقيع على ما يقرب من 20 مذكرة تعاون ما بين البلدين في شتى المجالات. محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تنظر النهاردة ثالث جلسات محاكمة 11 متهم في أحداث العنف اللي شهدتها مدينة كرداسة، وده كان في ديسمبر 2014. المحكمة كانت أجلت الجلسة السابقة نظر القضية، وده كان تنفيذ لطلبات الدفاع وعشان كمان يتم الاستماع لباقي الشهود. نقابة الصحفيين النهاردة عندهم مؤتمر صحفي الساعة 1 الظهر لتوقيع بروتوكول تعاون ما بين النقابة ممثلة في اللجنة الثقافية ومكتبة الأسكندرية، وده هيكون بحضور الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الأسكندرية. مجلس بحوث الكهرباء والطاقة التابع لأكاديمية البحث العلمي هينظم النهاردة ورشة عمل تحت عنوان خارطة الطريق الرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة في مصر حتى عام 2030، ودي المرحلة الأولى من دراسة المقارنة، وده هيكون بمقر هيئة الطاقة الذرية في مدينة نصر. المجلس القومي لحقوق الإنسان هينظم النهاردة حفل تكريم للأعمال الدرامية المتميزة في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام 2016. جامعة القاهرة هتطلق النهاردة فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج جامعة الطفل، وده هيكون مساء النهاردة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. هيستعد مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ومع مركز الهناجر للفنون لاستقبال حفل توقيع ومناقشة 4 كتب جديدة ضمن الاحتفالية اللي بيقيمها المركز القومي للمسرح، ودي هتكون مساء النهاردة بمقر المركز بدار الأوبرا المصرية. أما المجلس القومي للمرأة عندهم احتفالية كبرى النهاردة لتكريم اللاعبات المصريات أبطال مصر في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، ودي هتكون بأحد فنادق القاهرة، وده يعني تكريم طبعا لكل من شارك يعني اللاعبات المشاركات وكمان إلحاقه من إنجاز بيضاف أكيد للمرأة المصرية. نروح بقى للفن. النهاردة الفنان علي الحجار هيحيي حفل غنائي بساقية الصاوي، هيكون الساعة 9 على خشبة مسرح الحكمة بالساقية، ودي كده كان ملخص سريع للأخبار اللي هتحصل في مصر النهاردة بإذن الله.
تعالوا بقى كمان نشوف درجات الحرارة المتوقعة ونبتدي طبعا أكيد بمحافظات مصر. القاهرة 36-22، الأسكندرية 31-24، الإسماعيلية 35-32-22، بورسعيد 28-25، السويس 36-23، الغردقة 35-28، شرم الشيخ 36-30، مرسى مطروح 30-25، الأقصر 40-25، أسوان 41-27، الرياض 44-29، دبي 42-31، عمان 36-24، بيروت 29-25، تونس 32-24، واشنطن 24-20، موسكو 18-10، لندن 25-13، باريس 26-15، روما 33-19. دي درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر وطبعا عواصم الدول العربية والأوروبية. طبعا عارفة ان في رسائل كتير جت عندنا، بس خلينا برضو قبل ما ناخد باقي الرسائل عشان نكون خلصنا طبعا اهم الخدمات اللي انتم ممكن تكونوا محتاجين تتعرفوا عليها في الفترة الصباحية، نروح نطمنكم على الحالة المرية في مصر، اخبارها ايه، ونشوف فين الاماكن المزدحمة والطرق البديلة. معانا زميلنا احمد رجب من الادارة العامة للمرور. صباح الفل عليك يا احمد، وصباح الخير على ضباط وافراد الادارة العامة للمرور. صباح الخير اسماء، نهار جديد ونهار سعيد عليكي وعلى كل الساده المشاهدين في الاداره العامه للمرور. النهارده يعني تقف الامور على قدم وساق كما يقولون، يعني دايما خليه نحل موجوده في الاداره العامه للمرور علشان ينظموا حركه المرور في القاهره والجيزه لتسيير حركه المرور وسهوله تسيير حركه المرور بالنسبه للمواطنين اللي بيتحركوا علشان يخلصوا دايما مصالحهم خلال فترات اليوم المختلفه. معايا دلوقتي سياره النقيب مصطفى عبد الحاكم، هيكلمني عن يعني السيوله المروريه، مدى السيوله المروريه في الشوارع المختلفه في محافظتي القاهره والجيزه، وكمان يكلمني عن الطرق البديله زي ما قلت لنا اسماء للمواطنين علشان يمشوا من خلالها لتسهيل حركتهم خلال اليوم. سياده نقيب اهلا بيك، وعايزينك تقول لنا فين اماكن الكثافه المروريه الموجوده في محافظتي القاهره والجيزه. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير للساده المشاهدين. كالمعتاد بدات تظهر معانا بعض الاحجام المروريه المعتاده بالنسبه لفتره الذروه الصباحيه. بالنسبه لمحور 26 يوليو القادم من مدينه لبنان ومناطق الجيزه اتجاه القريه الذكيه و6 اكتوبر، احجام مروريه الحمد لله احجام مروريه متحركه بدون معوقات بدون كثافات، وبيتم العمل الان مع صاد ضباط وجميع الخدمات لسحب وتصفيه هذه الكثافات. كذلك بالنسبه للدائري بدات تظهر معانا بالنسبه للقادم من مناطق الجيزه ومحور صفت محور الصفط والوراق اتجاه الحلوان والمعادي بعد الاحجام المروريه، وجرى العمل على تصفيه هذه الكثافات. كذلك بالنسبه للقادم من المنطقه الشرقيه، بالنسبه للاسماعيليه والعبور وبدر والشروق بعض الاحجام المروريه اتجاه مناطق مواقف العاشر، والحمد لله كذلك برضو بدون معوقات، هي احجام مروريه عاليه متحركه جرى العمل على تصفيه هذه الكثافات. ده كان بالنسبه للدائري والمحور 26 جون. وبالنسبه للكاميرات مع الاداره العامه للمرور بالنسبه لوسط المدينه، ما زال الحال الحمد لله مرضيه بالنسبه لصلاح سالم وطريق النصر وكوبري اكتوبر. بعض الاحجام المروريه القادمه من ميدان لبنان و15 مايو اتجاه مدينه نصر منزل كوبري ماليه، وهي احجام معتاده وجرى العمل على تصفيه هذه الكثافات. بالنسبه للطرق السريعه الحمد لله الحاله مرضيه تماما، الصوره مرضيه تامه بالنسبه للطرق الصحراويه والطرق الساحليه، ومن عدم وجود اي حوادث او اي مؤثرات او اي تحولات مروريه. سيادة النقيب، بالنسبة لزيارة الوفد الأردني النهاردة في مصر، هو متواجد حتى الآن في مصر، هل هناك أي معوقات بتحصل في الطرق من خلال تحركاتهم من مكان لمكان ومن زيارة لزيارة؟ من طبعا حضرتك وطبعا الساده المشاهدين، هو في حاله وجود تحركات بيتم التنسيق مع الاداره العامه للمرور القاهره، وبناكد لحضرتك ان شاء الله ما فيش اي معوقات، بيتم تسهيل الحركه المروريه بالنسبه للوفد وبالنسبه للساده المواطنين. فمن طبعا حضرتك ان شاء الله حتى الان الحمد لله الحاله مرضيه تماما، ومن عدم وجود اي تاثيرات على كافه الطرق. شكرا جزيلا سياده النقيب مصطفى عبد الحاكم من الاداره العامه للمرور. يعني مشاهدينا نتمنى لكم السلامه دائما دائما على الطريق، نلتزم بقواعد المرور التي وضعتها الدوله لسلامتكم، وحتى يصل الجميع الى مبتغاه بسلام ان شاء الله. يعني اليك اسماء.
بشكرك طبعا، بشكر زميلنا احمد رجب من الاداره العامه للمرور، وزي ما احمد قال يا رب كلكم توصلوا بالف سلامه. ناخد بالنا من الملاحظات على الحاله المروريه، نتوخى الحذر في تأني السلامه. يعني سائق العربيات النقل ارفقوا بالبني ادمين اللي ماشيين في العربيات تحت، يعني كميه حوادث النقل اليومين دول مش طبيعيه، مش طبيعيه بجد. يعني انت هيفعل بقى القانون اللي بيخلي سير عربيات النقل تمشي بقى في توقيتات معينه، بدل ما هي يعني بتضيع ارواح الناس ونقعد نتكلم على نزيف الاسفلت. انا مش عارفه امتى الموضوع ده هينتهي. خليني اقول لكم خبر حلو جدا كمان، يعني انه طبقا لما اعلنته وزاره البترول انه مصر صدرت اول شحنتين من البولي ايثيلين للاسواق العالميه. وطبعا احنا فاكرين كان رئيس عبد الفتاح السيسي في اغسطس 14 اغسطس يعني مطلع الشهر الحالي افتتح مصنع اسيتكو للكيماويات اللي موجود في اسكندريه. طبعا هذا الصرح العملاق ممكن يكون مر علينا الخبر مرور الكرام، وعنا نقول طب احنا يعني انا استفدت ايه من خبر زي ده؟ لا ده الحاله الاقتصاديه صعبه، هو انا مستفيد ايه من البولي ايثيلين؟ حتى يمكن لو ما بصناش على المنفعه في المنتج المحلي. وزاره البترول هقول لكم الخبر والبيان اللي يعني الصادر عن وزاره البترول، انه تم تصدير اول شحنتين من منتج البولي ايثيلين للاسواق العالميه بكميات بلغت حوالي 3.8 ألف طن من المجمع الجديد لانتاج الايثيلين ومشتقاته اسكندريه، اللي طبعا زي ما قلنا افتتح منتصف اغسطس الحالي. طبعا ده كان طبقا لبيان الوزاره اللي اكد فيه ان المهندس طارق الملا وزير البترول طبعا هو الصادر هذا التصريح عن الوزاره، وقالوا كمان انه التقرير قال ان الشحنه الاولى بلغت 1992 طن تم تصديرها لاسواق المانيا، بولندا، اسبانيا، وكمان بلغت الشحنه الثانيه 1800 طن تم تصديرها لاسواق ايطاليا وشمال افريقيا واليونان ودول البلقان. وكمان ده بياكد على نجاح طبعا اكيد الاستراتيجيه التسويقيه. كمان تم توريد كميات من البولي ايثيلين للسوق المحلي بلغت 7300 طن لدعم الصناعات البتروكيماويه المتعدده. طبعا واحنا عارفين ان دي بتقوم عليها أمور كتير جدا، ومنها طبعا صناعات صغيرة وصناعات متوسطة. هو ده بقى بيبقى المحصلة اللي احنا بنخرج بيها من المشروعات القومية، ان انا يبقى عندي ناتج انتاج بصدره للسوق الخارجي بره، فبجيب منه عملة صعبة للبلد تعمل لي حالة توازن في السوق، طالما انا محتاج اسيطر على سعر الدولار ومحتاج ان انا يبقى عندي احتياطي نقدي من العملة الأجنبية كبير، وفي نفس الوقت بغذي السوق المحلي عشان ما يحتاجش صاحب المنشأة أو المصنع، سواء إذا كانت مصنع كبير أو مصنع صغير، إن هو محتاج يستورد مادة زي دي من بره، وبالتالي لما هو يروح يجيبها من بره أكيد هيبقى عايز دولار، فيبتدي يشتري الدولار ونبتدي ندور تاني على الدولارات ونجيبها يا سوق سودا، يا طبعا يا إذا كان عنده عن طريق البنك، عن طريق القنوات يعني المشروع. لكن احنا الحمد لله بنقول مبروك افتتاح هذا الصرح العملاق الصناعي، وكمان بداية التصدير بعد افتتاحه على طول في اسبوعين، ده خبر حلو مهم جدا لينا. كان في رسائل امبارح برضو جات لنا بخصوص يعني احنا امبارح عملنا زي نشرة كده سريعة، قلنا للسادة المشاهدين ايه هي السلع المعفاة من القيمة المضافة او اللي مش هيطبق عليها ضريبة القيمة المضافة. وده احنا كنا بنقوله ليه؟ عشان ما حدش يستغلنا. يعني احنا لو احنا عايزين نقدم لحضرتك حل، انا بقدم لك بجتهد وبقدم لك الحل. يعني مثلا حضرتك بتقول لي ان السعر مثلا بتاع السلعه الفلانيه غالي، فبحاول اقول لك ان هو موجود في المكان الفلاني ارخص، ممكن ده ما يعجبش حضرتك، لكن حقك عليا ان انا اقول لك الكلام ده. في رساله جت لنا امبارح مش عارف ارد عليها ازاي، يعني ان احنا ما قلناش الحقيقه وما قلناش للناس مثلا ان المياه الغازيه والمقرمشات هتغلى. أكيد المواطن اللي هو همه ياكل ويشرب ويربي ولاده مش مهتم خالص بموضوع المقرمشات أو المياه الغازية. عموما احنا دلوقتي عندنا موجز التاسعة،
بعد الموجز هيبقى معانا طبعا المسؤول عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيبقى معانا سيادة العميد محي الصرفي، وهنرد كمان يعني على كل الأسئلة اللي جات لنا. بنوه تاني بعد الموجز هيبقى معانا سيادة العميد محي الصرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هنرد على كل الأسئلة وجزء منها طبعا الشائعات اللي يعني اللي حصلت على مدار الأسبوعين يعني أو الأسابيع بقى الماضية، وكمان الحلول بتاعت الشكاوي اللي جات لنا في حلقات سابقة، وإزاي الشركة القابضة لمياه الشرب تعاملت معاها وتم اتخاذ كافة الإجراءات بخصوص الشكاوى السابقة. معانا مين؟ معانا الموجز طبعا هتقدمه لنا الزميلة مها سراج. إليك يا مها، صباح الفل عليك. صباح الخيرات عليك يا أسماء وعلى مشاهدينا الكرام في كل مكان. والبداية أنت